الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته. جاء في المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين عليه السلام: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. أرحب بكم أجمل ترحيب أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا، والذي كنا نتحدث وما زلنا وسوف نبقى إن شاء الله إلى آخر حلقات هذا البرنامج نتحدث فيه عن العشق الإلهي والمحبة الإلهية والعاشقين والمحبين لله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم طبعا محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين. كما أحيي ضيف الكريم سماحة الشيخ يحيى الطائي أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. سماحة الشيخ، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. ماذا نستوحي من هذه المناجات، وما هو المقصود من إنارة أبصار القلوب هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المناجات تحتاج إلى التأمل والشرح. أحسنت. المبسوط. نعم. تأمل كثير. في الدرجة الأولى لابد للإنسان السالك لله سبحانه وتعالى، سالك في طريق الله، نعم، من أجل أن يصل إلى لقاء الله وأن يصل إلى مقام القرب الإلهي. كل إنسان يود أن يصل إلى هذا المقام، نعم، لا شك. لكن في البداية كما شرحنا في حلقات مسبقة على هذه الحلقة، قلنا بأن قلب الإنسان لابد أن يرعاه الإنسان رعاية تامة، لأن القلب قد يعلو كما ذكرت الرواية عن الإمام الصادق، عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، التي صحيح ذكرناها في الحلقة السابقة، نعم، وهي حالات إعراب القلب، حالتان توجب رفع القلب وحالتان توجب أن يصاب القلب بظلام والعياذ بالله، بالقساوة والعياذ بالله، وبالحجب. نعم. فإذا ما لم ينتبه الإنسان إلى هذه الحالات، الحالات السلبية، سيصاب القلب، فكيف له بأن يصل إلى هذا العالم وهو عالم أعلى عالم، إلى أعلى درجة، حتى تصل إلى معدن العظمة. كيف لقلب الإنسان الذي أصبح والعياذ بالله مرتع إلى الشيطان، هل ممكن هذا القلب أن يكون مؤهل لأن يصل إلى معدن العظمة؟ القلب الذي أخلد إلى الأرض، القلب الذي أصيب بالأمراض، القلب الذي أصيب بظلام، القلب القاسي، القلب الميت، القلب الذي ليس فيه نور، هذه كلها اصطلاحات، نعم، ذكرتها النصوص الشرعية. هذا القلب الذي صار أعمى كما قالت الآيات القرآنية، هل يمكن أن يصل إلى هذا المقام الرفيع؟ يعني هل لمن كان في أبجديات المحبة أن يصل إلى أعلى؟ نعم يمكنه، الله سبحانه وتعالى فتح الأبواب. وإن الراحل إليك قريب المسافة. أحسنت، قريب المسافة. نعم. فإذا ماذا يحتاج؟
يحتاج الإنسان إلى أن يجعل من قلبه وعاء خالصا. ولكن لابد أولا أن يتوفر الراحل إليك. نعم، أن توفر الرحلة لله سبحانه. يعني القصد، القصد لله. يعني العزم. نعم هذا. يعني الإرادة. نعم هذا الشيء المهم بالبداية. ولذلك طبعا. ولذلك السالك في هذه المناجات إلهي هب لي، جاي يطلب. نعم. إذن وصل إلى مقامات بعد أن تجاوز الحجب الظلمانية. أحسن. أراد الكمال، وصل إلى كمال الانقطاع، وأراد أن يصل، طلب أن يصل إلى كمال الانقطاع. اخترقت أبصار القلوب. أحسن. حجب النور. أحسن. حجب النور. أحسن. حتى تصل إلى معدن العظمة. حتى تصل إلى معدن العظمة. نعم. لابد للإنسان من أن يعرف في بداية رحلته وفي وسط رحلته وفي نهاية رحلته. نعم. أن كل هذه الرحلة محطها القلب. نعم. كما تقول هناك رواية أيضا، رواية مهمة بالإضافة إلى الرواية التي قرأناها وهي روايات إعراب القلب، هنا رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، يقول فيما ناجى داود عليه السلام ربه. داود سلام الله عليه، سلام الله عليه، ناجى الله سبحانه وتعالى فقال إلهي لكل ملك خزانة. فأين خزانتك؟ كل ملك عنده خزانة، هذه الخزانة هل لك يا الله هذه الخزانة أو لا؟ وأنت ملك الملوك، وأنت ملك الملوك. نعم. جزاكم الله خيرا. فأين خزانتك؟ قال جل جلاله لي خزانة أعظم من العرش. العرش كم هو عظيم وكم له مرتبة عالية. لي خزانة أعظم من العرش وأوسع من الكرسي وأطيب من الجنة وأزين من الملكوت. هذه الخزانة ما هي مواصفاتها؟ هذه المواصفات أرضها المعرفة. إذن من دون معرفة هذه الخزانة لا قيمة لها. أرضها المعرفة وسماؤها الإيمان. المعرفة والإيمان يغطيها الإيمان. يعني قد يتبادر هنا سماحة الشيخ لبعض المشاهدين عندما مثلا عندما قال داود لله سبحانه وتعالى أين خزانتك، وقال الله خزانتي، يريد أن يفصل إنه قضايا المادية، قضايا المادية، خزانتي مثلا هذا الصندوق كذا الذي فيه كذا، نعم كذا أو وكذا، أو الخزينة المعينة. نعم. أو خزائن الأرض. نعم. لنصل مع ولكن الجواب هنا أصبحت معرفة وأصبحت أحسن. نعم. لنصل إلى نهاية. نعم. الرواية. تفضل. لنرى ما هي الخزانة. أحسن. أرضها المعرفة وسماؤها الإيمان وشمسها الشوق. ماذا الذي يشرق في هذه الخزانة؟ شمس، شمس الشوق. الشوق إلى الشوق. الله. نعم. سبحانه وتعالى. إذن معرفة أرضيتها تغطى بماذا؟ سماؤها تغطى بالإيمان. نعم. والنور الذي يضيء في هذه الخزانة الشوق، الشوق، هذه شمس تطلع على هذه الخزانة. وقمرها المحبة. الله الله واقعا. ونجومها الخواطر. هذه جدا مهمة، خواطر الإنسان، لأن المشكلة الأساسية اللي موجودة عند الإنسان هي الخواطر. يعني الخواطر الطيبة هنا المقصود. نعم طبعا الخواطر نجومها أحسن. نجومها الخواطر. نعم. لا شك أنه بمناسبة الرواية، سياق. نعم. الرواية الخواطر الطيبة. وسحابها العقل ومطرها الرحمة. الله. جيد. وأشجارها الطاعة وثمرها الحكمة ولها أربعة أبواب. هذه الخزانة. العلم والحلم والصبر والرضا. ما شاء الله. بعد ما وصلنا إلى هذه الخزانة. ما شاء الله ما شاء الله. العلم. نعم. والحلم والصبر والرضا. والرضا. ما هي هذه الخزانة؟ ألا وهي القلب. الله.
إذن القلب. إذن القلب نعم هو خزانة الله سبحانه وتعالى، وقالت الرواية أن هذه الخزانة أعظم من العرش وأوسع من الكرسي، ولذلك الرواية الحديث القدسي قال القلب لم يسعني أرضي ولا سمائي بل وسعني قلب عبدي، أو الرواية ووسعني قلب عبدي المؤمن. إذن القلب أو القلب عرش الرحمن أو القلب عرش الرحمن آه. إذن القلب أي متسع له وأي ضيق يصيب القلب في نفس الوقت. صحيح. القلب إذا كان مرتعا للشيطان فصار ضيقا ظلاما دامسا، أما إذا أصبح موطنا لله سبحانه وتعالى، لاحظ أوسع من الكرسي وأعظم من العرش وأطيب من الجنة. يعني نحن لا نعرف الكرسي ولا نعرف العرش إلا بما يصفه، يعني القرآن يصفه الكريم في القرآن الكريم. نعم. وعلى لسان النبي الأكرم والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. نعم. ويقولون هو شيء عظيم جدا. نعم. وهنا القلب وخزانة الله التي هي القلب أعظم من هذا، أعظم من هذا العظيم. الله أكبر. فإذا لابد للإنسان من أن يعرف قيمة القلب. نعم. المشكلة أننا نستسهل القلب، ولذلك أي شيء يرد إلى القلب لا نهتم، أي مرض يصاب به القلب لا نهتم. إذا أصيبت أبداننا ليش نعطي أهمية بالغة؟ طبعا لا ننام الليل، نصرف الأموال، نصرف ولا الأموال. نمال ولا اصلا لا نرقد، لا في نرقد الليل مثلا. نعم. لاجل ماذا؟ لاجل مرض جسدي. اما اذا اصيب القلب ينام الانسان. ليش ينام؟ لانه والعياذ بالله كما في تلك الروايه التي ذكرها الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقد الشاخص، فقد الحق الحق من الباطل، لا يشخص. هذه مصيبة عظمى، هي أكبر مصيبة والله، هي مصيبة أن يصاب الإنسان بحيث لا يشخص، لا يرى، لا يرى. نعم. الشخص لا يرى الحق من الباطل، لا يميز الحق من الباطل. المصيبة الأعظم إذا رأى الباطل حق والحق باطل، تنقلب المقاييس عنده. إذا انقلبت المقاييس، ولذلك الروايات تقول أن القلب ينقلب. نحن نقرأ في جملة من الأدعية، نعم، يا مقلب القلوب والأبصار. والأبصار إذن قلب الإنسان ماذا؟ ينقلب، ينكفئ على وجهه والعياذ بالله. إذن القلب إذا انكفأ كيف يصل إلى كمال الله؟ كيف يصل إلى معدن العظمة التي أشار إليها مولى المتقين صلوات استجير الله استجير وسلامه عليه؟ نستجير بالله من انكفاء القلب، واقعا من انكفاء القلب. نعم. إذا أصيب الإنسان بإدبار، إذا أصيب الإنسان كما ذكرنا عشعش فيه الشيطان وفرخ، وثل ما تفضلته. نعم. وفرخ فيه الشيطان، يعني صير موطن ودولة وبيوت الشيطان إبليس وين؟ في قلب الإنسان، يتغلغل حتى إلى العروق الضيقة وإلى المسامات وإلى إلى كل مكان. نعم. ولذلك عندنا رواية أن الشيطان يمشي في عروق الإنسان. أحسنتم سماحة الشيخ، نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل الحديث إن شاء الله. أحسنتم، جزاكم أحسن الله خير الجزاء. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فتابعونا. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ناجى داود ربه فقال إلهي لكل ملك خزانة فأين خزانتك؟ قال جل جلاله لي خزانة أعظم من العرش وأوسع من الكرسي
وأطيب من الجنة وأزين من الملكوت، أرضها المعرفة وسماؤها الإيمان وشمسها الشوق وقمرها المحبة ونجومها الخواطر وسحابها العقل ومطرها الرحمة وأثمارها الطاعة وثمرها الحكمة، ولها أربعة أبواب: العلم والحلم والصبر والرضا، ألا وهي القلب. أحبتي المشاهدين، أرحب بكم مرة أخرى كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ يحيى الطائي. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله سماحة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم كذلك. أعزكم الله. سماحة الشيخ، بعدما تفضلتم في هذه الرواية، الآن يعني ماذا يفعل العبد، هذا الإنسان ماذا يفعل أو ماذا يعمل لقلبه حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال جدا مهم، ونحن نريد أن نعيش مناجاة الإمام أمير المؤمنين صلوات سلام الله عليه يعني. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. نعم. قلنا في بداية الحديث أن الإنسان السالك الذي يريد أن يصل إلى الكمال موطنه القلب. نعم. ما لم يتخلص الإنسان من الحجب الموجودة في قلبه، وما لم يتخلص، وبتعبير أوضح كما بسطت الرواية ذلك، ما لم يتخلص من المعصية، ما لم يجسد أوامر الله ويبتعد عن جميع النواهي، كل ما نهاه الله، بل المحب الذي يريد أن يترقى ويقترب من محبوبه ولقاء المحبوب الحقيقي، ينبغي به أن يتخلص ويخلص. نعم. أن يتخلص من كل شيء لا ينسجم مع الطهر والطهارة ووادي القدس. اخلع عليك إنك في الوادي المقدس طهر. نعم. لا يمكن أن تسلك طريق الوصول إلى الكمال ليس موقعا وسطيا، بل الكمال، أن يصل إلى الكمال الإلهي، وأن يصل إلى معدن العظمة وتصير روحة محلقة في ذلك العالم، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال اخلع نعليك، أن يخلع جميع الرذائل، أن يخلع جميع الصفات التي لا تنسجم مع المحبوب الحقيقي، لا تنسجم مع الله، لا تنسجم مع وادي الطهر والطهارة. نعم. هناك رواية أيضا في هذا السياق: من أخلص لله لابد أن يخلص. هنا المحب صحيح في الدرجة الأولى، المحبة كما قلنا درجات، حينما وضع حصل عنده الشوق وأحب الله، يريد أن يصل إلى ماذا؟ إلى الكمال في المعرفة. نعم. إلى كمال المحبة. نعم. إلى كمال القرب الإلهي. كيف يمكنه الوصول؟ بالصبر على هذا الطريق، بأن يخلص نفسه من كل شيء مما عدا الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا يحدث؟ من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. الإنسان إذا قلبه صفى، العلم نور يقذفه الله في قلبي من يشاء. نعم. أي علم هذا؟ ليست العلوم المادية، العلم الإلهي. نعم. العلم الذي هو العلم نور، العلم النوراني، العلم الإلهي، هذا هو الذي يقذف في قلب الإنسان ويؤتى الحكمة. والآية تقول ماذا؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
إذن يحتاج الإنسان السالك المحب إلى ماذا؟ إلى إخلاص القلب حتى يصل إلى معدن العظمة. يعني كيف يخلص الإنسان؟ إذا هذا السؤال قد يتبادر لبعض المشاهدين عندما تفضلتم بالرواية أنه إذا أخلص الإنسان 40 يوما جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. نعم. صحيح؟ يعني قد يتبادر هذا السؤال، كيف يخلص الإنسان 40 يوما؟ يعني هل هو هذا التقيد بالواجبات والانتهاء عن المحرمات؟ هل هذا هو الإخلاص أم شيء آخر؟ الإخلاص درجة أعلى. نعم بالمقدمات بالبداية لابد للإنسان أن يبتعد عن جميع المحرمات. نعم. بكل تفاصيلها. نعم. بأي لون من ألوانها. نعم. نحن لسنا في صدد لأنه هذا باب وسيع. نعم. نقول بكل جزئياته بكل تفاصيله لا يحق للإنسان المحب الذي يريد أن يصل إلى هذا المقام ويعمل المحرمات. نعم. لا يمكن أن يجتاز هذه المرحلة. نعم. لا يمكن أن يصل إلى مقام الكمال الذي أشار إليه مولى المتقين، هب لي كمال الانقطاع إليك. فلا بد في البداية من أن ينقطع عن الدنيا، ينقطع عن التمسك بها، ينقطع عن زينتها، الانشغال فيها كما ذكرت الرواية رواية إعراب القلب. نعم. أن لا ينشغل بما عدا الله سبحانه وتعالى، وبكلمة واحدة أن يكون قلبه سالما مما عدا الله. هذا الإخلاص. إذا وصل الإنسان إلى مقام الإخلاص بحيث لا يذكر، خلص الإخلاص يعني ماذا؟ خلص من كل ما عدا الله، هذا أعلى مراحل الإخلاص. يعني نتحدث الآن نحن عن المراتب الدنيا ليس المراحل العليا. نعم. بالنسبة إلى المراتب الدنيا، أن يتخلص من المحرمات. نعم. أن يقيم ويقف عند الواجبات. نعم. أن يقيمها بكل جزئياتها. نعم. أن لا يلتفت إلى غير الله، يعني أن يقيم الصلاة حقا، إقامة الصلاة مو لقلقة لسان، بأركانها وشروطها. ومن أركانها إقبال القلب، حضور القلب، تفهيم القلب. نعم. الآداب المشروط فيها، السالك والذي يريد أن يعرج بقلبه إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون متوفرة حتى ينتقل إلى ثم والصلاة في أول وقتها. الصلاة هناك تأكيد كثير عليها. نعم هاي في مقدماتها. نعم. هاي في مقدماتها. نعم. يعني لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال وهو بعده في أبجديات الطاعة. نعم. لا يمكن. يعني إذا لم يلتزم بالطاعة حقا، صحيح، كيف يصل إلى درجة أخرى، درجة أعلى؟ لا يمكن. يعني كما نمثل مثلا هو في المرحلة الابتدائية، ورد وصل إلى درجة الدكتوراه مثلا، يريد أن يصل إلى درجة الدكتوراه، لا. نعم. يمكنه. نعم صحيح. لابد أن يلتزم، وهذا مما يحتاج إلى ماذا؟ ولذلك الله عز وجل يمتحن كل إنسان بحسب درجته. الامتحان للمحبين بكل درجاتهم. ولذلك كما في الرواية، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. كما تقول، فهنا الابتلاء يعني من باب يعني من باب حب الله للعبد. يعني الله عز وجل يبتلي الإنسان ليعرف الإنسان. الله يعلم. نعم. الله لا يجهل. حاشاه. الله عز وجل يعلم، ولكن الإنسان ليعلم بأنه استطاع أن يقطع شوطا وأن ينكشف حقيقة الإنسان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله ابتلى الأنبياء. الله عز وجل لم يصطف الأولياء ولا الأنبياء إلا بالابتلاء، إلا بعد الامتحان. نعم. لا يمكن الإنسان من دون امتحان
ونجاحه في الامتحان أن يعطى ماذا؟ درجة يعني درجة نعم. أعلى نعم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات نجح أم لم ينجح فأتمهن نعم. ثم قال إني جاعلك للناس إماما. درجة الإمامة جاءت بعد الامتحانات بعد الامتحانات نجاحه بالابتلاءات إذن نعم. من بعد أن كان نبيا أحسن. بس هذا الامتحان غير الامتحان الذي يصيب الإنسان ويحصل إلى الإنسان في الدرجات الأولى. يعني الإنسان في الدرجات الأولى يمتحن هل يقيم الصلاة في أوقاتها؟ نعم. هل يقيم على الطاعات بكل حذافيرها؟ ولكن سماحة الشيخ تأكيد كثير على إقامة الصلاة في أول وقتها. نعم. نلاحظ نعم. الروايات توصيات علمائنا الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين كثيرا على قضية تأدية الصلاة في أول وقتها. هذا دليل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني الإنسان الكلام يوجهه للمشاهدين الكرام الأعزاء نعم. أن يلتفتوا لهذه المسألة. هناك نقطة نعم إن شاء الله نكون من المحبين إلى الله إن شاء الله. المحب ماذا يصنع إذا دعاه محبوبه إلى لقائه؟ يبادر بكل همة. يبادر حينما يعلم بنيته نعم. قبل أن يقول أحسن. فكيف إذا طلبه محبوبه وجهت له دعوة لكن من ليس من المحبوب الدنيوي نعم. من الله سبحانه وتعالى. لا المحبوب يركض نعم. ويسرع ويتسابق نعم. إلى هذا اللقاء. أحسنت. لأنه متكاسل. أحسنت. لأنه متعثر. بالعكس يذهب إلى الصلاة بمسابقة الآخرين ثم بفرح وسرور ويلقى محبوبه بابتهاج ويجعل راحته في الصلاة كما قال رسول الله نعم يا أرحنا بلال أرحنا الله بالصلاة واقعا هذه الكلمة يا بلال أرحنا أيها. أرحنا من ماذا؟ نحن للأسف نرتاح إلى الدنيا ورسول الله يرتاح بماذا؟ عن الدنيا بالصلاة نعم. الرسول يرتاح حينما يقوم بين يدي الله. أحسنت. نحن نتعب حينما نقوم بين يدي المحبوب لنعلم أننا نحب الله أم لا نحب. وأي إقامة نقيم بين يدي الله. وأي إقامة. فلذلك الإنسان لابد أن يعرف يقوم بين يدي من ثم يتعبد إلى من. الإنسان قبل أن تنكشف سرائره يوم القيامة يوم تبلى السرائر. أحسنتم سماحة الشيخ. نتوقف أيضا هنا ونكمل الحديث بعد الفاصل إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. وجزاكم خير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. مشاهدين أرحب بكم مرة أخرى كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ يحيى الطائي. أهلا وسهلا بك. أعزكم الله. أهلا حياكم الله بكم. سماحة الشيخ نعود إلى المناجات الشعبانية نعم. إلى كلام أمير المؤمنين ويعسوب الدين صلوات الله سلام الله عليه. يقول فيها إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة. ماذا نستوحي من هذه المناجات؟ بقيت نقطة قبل الفاصل نعم لا بأس أن نتوقف عندها قليل من الوقت جيد أكثر تفضل.
وهي أن الإنسان ليعلم لا يمكنه الوصول إلى الكمال إلا بعد نجاحه بالامتحان. نعم. إذن النجاح يسبقه ماذا؟ امتحان إلهي. صحيح. اختبار وابتلاء إلهي. نعم. الله عز وجل لم يعطي مقام الإمامة نعم. إلى النبي إبراهيم إلا بعد أن اجتاز جميع المراحل نعم. من الصف الأول إلى الصف الأخير الكامل، لم يصل إلى هذا المقام إلا بعد الامتحان. جيد. فإذا ما لم ينجح الإنسان في المرحلة الأولى لو يدعو بهذا الدعاء ملايين المرات لا يصل. يعني إذا أنا متعثر بمعصية الله وبطاعتي إلى الله سبحانه وتعالى وأقول إلهي هب لي كمال الانقطاع، ثم ماذا ينفع؟ يعني ليست المسألة لقلقة لسان، ليست المسألة لقلقة لسان، مسألة حقائق، حقائق وراء هذه الكلمات والألفاظ. حقائق. نعم. فإذا لابد للإنسان السالك من أن يقطع المراحل، وكل مرحلة اعلموا أيها الأخوة والأخوات الكرام، أهل البيت أيضا امتحنوا. نعم. الله عز وجل اصطفاهم. صحيح. في زيارة السيدة الزهراء سلام صلوات الله وسلامه سلام عليها، الله عليها، كل يوم مخصوص بمعصوم من المعصومين. نعم صحيح. كما في مفاتيح الجنان أيضا موجود. نعم. اليوم يوم السبت مخصوص برسول الله، زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم الأحد مخصوص بفاطمة الزهراء سلام الله عليها وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين عليه السلام. نعم. في زيارتهما سلام الله عليه، في زيارة الزهراء يوم الأحد، يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابر به صابر، فوجدك صابر. نعم. إذن الله عز وجل لم يصطفي محمد وآل محمد اللهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلا بعد نجاحهم بالامتحان. إذن أنا كما ذكرت قبل الفاصل، الإنسان على نفسه بصيرة. نعم. قبل أن تبلى سرائر يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، هل نجحت في الامتحان الإلهي؟ هل أقمت على كل الطاعات؟ أيها الإنسان تأمل قليلا في نفسك، هل أقمنا الطاعات بكل ما للكلمة من معنى؟ أنا مو في مقام سرد الطاعات لله، الأوامر الإلهية. نعم. بكل ما للكلمة، كل ما ذكره الله وأراده المحبوب، ونحن نريد أن نقصد المحبوب الحقيقي، هل أتينا بجميعها؟ هل ابتعدنا عن كل المحرمات؟ أو لست أو بعدني متعثرا في خطاي؟ وهذه كما تفضلتم أبجديات المحبة. أبجديات. نعم. أبجديات المحبة. نعم. نعم. بعدنا لم نصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة أن يخلو الإنسان قلبه وأن يصل إلى الانقطاع، حتى نصل إلى كمال الانقطاع. مرتبتان. نعم. مرتبة الانقطاع ومرتبة كمال الانقطاع. ولذلك في الآية أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الله عز وجل أعطاهم هذه المقامات الرفيعة، الله عز وجل أعطاهم هذه المقامات العالية. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهم لا يفتنون. نعم. الإنسان ممتحن، لكن امتحان النبي إبراهيم وصل به إلى مقام، أيها الأخوة والأخوات الكرام، حتى ابتلي بذبح ابنه. الله.
أي امتحان هذا؟ الله أكبر. أنا لا أقف بين يدي الله للصلاة، ولا أسارع للصلاة، ولا أبتعد عن المحرمات، والنبي إبراهيم ابتلي بهذا الامتحان الصعب ونجح بهذا الامتحان، امتثل الأمر الإلهي. أن يمسك الإنسان ولده وعزيز قلبه وإن يأخذ السكين امتثالا لأمر الله ولم يتلكأ، حتى لا النبي إبراهيم أحسنت حتى ولا إسماعيل. حتى إسماعيل ما درجة هذا النبي الله إسماعيل. ولذلك حينما يعطون النبوة هذه المقامات ليس اعتبارا، وحتى النبي نبينا صلى الله عليه وسلم يفتخر أن يقول أنا من ذرية إسماعيل. نعم إسماعيل وما أدراك حقيقة إسماعيل. نعم. أحسب الناس أن يتركوا؟ ثم الإنسان إذا لم يقوي إيمانه لعله تأتيه امتحانات عسيرة. إذا أنا ما تمكنت باصطلاحنا ما تمكنت من الصف الأول وعرض علي امتحان الصف الثاني، لابد أن يكون أصعب. يكون أصعب قطعا، يكون أصعبا. صحيح. إذا تصل بمراحل أن أقف بين يدي أبي عبد الله، الله صلوات الله وسلامه عليه، الله عليه سلام الله عليه، الأخ أبو آمنة، الإنسان إذا ينظر جموع أمامه 1000 كم عددهم ويكونون أمامه 2000 3000 10000 إذا تمد بصرك وأنت واقف ب70 نفر، بدت 30000 أقل التقادير 30000 30000 بصرك بمقدار ما تمده تجد العدو. لا. أي امتحان هذا؟ وأن يقف الإنسان صامدا وعينه بعين الله وقلبه مع الله، يعني الإنسان عندما يتصور هذه الحالة كما تفضلتم الآن بهذا المشهد، يعني عندما يتصور هذا المشهد ويبقى الإنسان صابر ولا يهز نعم، هذه بل يشتاق، وأكثر من هذا الشوق إلى لقاء الله، أكثر من هذا أصحاب الحسين سلام الله عليهم، طبعا يجرون الحديث دائما إلى الحسين وأصحابه سلام الله عليهم. أصحاب الحسين مع هذا يرتجزون. والرجز هذا علامة القوة والشجاعة، في الميدان يرتجز أمام 30000 أمام 70000، يعني هذه قضية مو عادية. ولذلك يعني الإنسان إذا ارتجف قلبه، معذرة مقاطعتكم، الإنسان إذا ارتجف قلبه لا يمكن أن يتلحثم بالحديث، لا يمكن أن يتحدث، ولا يمكن أن يقاتل قتال الأبطال، فكيف ينزل إلى الميدان وهو يرتجز شجاعا؟ ولذلك العدو عمرو بن الحجاج، الشيء بالشيء يذكر، عمرو بن الحجاج اللي هو أحد قادة عمر بن سعد، نعم الزبيدي، يقول أتدرون، يخاطب جيش عمر بن سعد، نعم، أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر. أحسنت. نعم. فرسان، نعم، تقاتلون قوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد إلا قتلوه على قلتهم. وهنا فرسان ليس راكبين الخيل، لأنهم أكثرهم ليس لديهم خيل. ماذا عندهم؟ كلمة هنا مهمة، يقول هو اللي عبر عن أصحاب الإمام الحسين هذا العدو. يقول أهل البصائر. أحسنت، هذه كلمة مهمة، كانوا على بصيرة من دينهم، ثبات في إيمانهم. فإذا الإنسان إذا لم يقطع المرحلة الأولى قد تعرض عليه امتحانات. ولذلك السيدة زينب سلام الله عليها سلام الله قبل ليلة العاشر التفتت إلى أبي عبد الله، نعم، سلام الله عليه، سلام الله عليه. هذه حقيقة لكل البشرية، أبا عبد الله اختبرت أصحابك نياتهم؟ أي نعم. قال بلى، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس، الله، يستأنسون بالمنية دوني. نعم. لا التهور الموجود عند البعض، نعم، لكن هذا الشوق إلى لقاء الله. صحيح. يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل إلى محالب أمه، هذا الثبات،
هذه العزيمة. العزيمة من أين أتت؟ من محبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض المواطن قد يصاب الإنسان بهزاهز، إذا لم يكن ثابت القدم ستسلق قدمه. في الآية القرآنية تقول في سورة الأحزاب: وإذ زاغت الأبصار، في المعركة حرب، وإذ زاغت الأبصار. بعد دقيقتان من وقت البرنامج إن شاء الله. وإذ زاغت الأبصار، لاحظ كيف تصور بعض الأحيان الإنسان مثل ما تفضلتم وذكرنا أن الإنسان يرتجز وهو فرحان في واقعة كربلاء، دلالة على شجاعة قلبه، دلالة على الإيمان الثابت. نعم. يعني قلبه لم يرتجف من ماذا؟ من نعم. الإيمان نعم. من النور الإلهي، من المحبة التي تمكنت من قلب الإنسان. لاحظ البعض ماذا يصيبه: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الله، شو التعبير هذا عجيب. ثم وتظنون بالله الظنونا. هل يأتي نصر الله؟ ظنوا بالله. ولذلك الروايات التي تتحدث عن آخر الزمان تقول بأن هناك امتحان صعب وصعب وصعب أمام المؤمنين، الذي لم تثبت قدمه على الإيمان وعلى الصراط ستزل قدمه. الروايات، طوائف كثيرة من الروايات تقول لتغربلن غربلة ولتمحصن تمحيصا. فهذا الامتحان الإلهي بين كل سنة، لا كل لحظة، الإنسان معرض أن يكون مع الله أو مع الشيطان. إني أخير نفسي بين الجنة والنار. صحيح. هذا ليس في المواقف الحروبية، لا، في كل لحظة. صحيح. أنا مع الله أو مع الشيطان. فإذا الإنسان في كل لحظة ممتحن، لابد أن ينجح في الامتحان ليصل إلى هذا الدعاء: إلهي، ونحن بعدنا لم نصل إلى الدعاء: إلهي إن شاء الله هب لي كمال الانقطاع إليك. إن شاء الله. هذا ما يحتاج إلى ثبات في الإيمان وبصيرة وقوة قلب ونور من الله يضفى على قلب الإنسان، ينتشله من الحضيض أن يوصل إلى معدن العظمة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. آمين رب العالمين. أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء. وجزاكم الله خيرا. أعزائي المشاهدين، في نهاية اللقاء نقدم الشكر الجزيل لسماحة الشيخ يحيى الطائي أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية، والشكر متواصل إليكم أيها الأحبة على حسن المتابعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.